هي لمذيع راديو اسمه هيو بلاف، عامل برنامج رجالي وظيفته هي انتقاد الستات، وشايفهم انهم السبب الرئيسي في فشل الرجالة، وكمان هم السبب في احساسهم بالظلم والحزن وعدم الراحة. وتخيل ان اللي بتساعده في الاستوديو هي ست اصلا، وهي متضايقة من كلامه ولكنها مجبرة تشتغل معاها عشان الفلوس. وتلقى هيو مكالمة من صديق البرنامج المفضل واسمه فيليكس بخصوص انتشار اسطورة السفاحة شوبر المتخصص في قتل الستات، ولقى هيو هدية جات له من واحد بيقول له انه من اكبر معجبينه، والهدية هي صورة لهيو بلاف كرئيس، ومبسوط بالصورة وحاسس ان كل ده هيحصل له في يوم من الايام. ورجع هيو لبيته وهو معاه الهدية، ولكنه يتفاجئ لما يلاقي الهدية تحولت من صورة ليه كراجل كرئيس واصبحت صورة ليه كست كرئيسة، واستغرب من اللي حصل وحاسس انه بيهلوس، ومستحيل يبقى هيو ست لانه اصلا عنده افضل برنامج راديو رجالي في العالم ووظيفته هي انتقاد الستات. ولكن فجأة وهو في الحمام يلاقي صورته كست موجودة، ومش عارف هي ازاي جت من سلة القمامة للحمام. ومش بس كده، ده كمان حس بألم في راسه وحاول يخفف الألم، ولكنه لقى شعر طويل نما على راسه، وهيو تحول بالكامل لست، وديه اكبر مصيبة هو اتعرض لها في حياته. وحاول يخرج من البيت ولكنه فشل واغمى عليه، وظهرت عربية بالصدفة على الطريق قدام بيت هيو بلاف اللي كان راجل سابقا وبقى ست حاليا. ومستغرب صاحب العربية من وجود الست الجميلة دي وكمان مرمية كده في الشارع قدام بيت اكتر منتقد للستات في العالم، ولازم ياخدها لبيته ويساعدها ويحميها من الاشرار. وهي مغمى عليها ولسه حية، ولما تصحى تلاقي نفسها مربوطة والراجل ده مش طيب. الراجل ده هو فيليكس المتابع المفضل لهيو بلاف وبرنامجه الرجالي، وكمان يا صديقي هو سفاحة شوبر المتخصص في قتل الستات. وبما ان هيو بلاف دلوقتي بقى ست، فالسفاح هيقتله. وتسبب هيو في ظهور السفاح بسبب افكاره المجنونة اللي بيبثها عن طريق برنامج الراديو بتاعه، وفي نفس الوقت برضه نهايته هتكون على ايد نفس السفاح اللي صنعه. هي القصر موجود في قرية هادية وصغيرة، وفيها العمدة اللي بيجهز نفسه للترشح لحكم القرية لفترة جديدة، واسمه دوك، ومعروف عنه انه فاسد ولكنه هيعمل اعلانات قوية وحملات وهينجح غصب عن الناس. ورودي المساعد بتاعه هو المسؤول عن حملته الانتخابية، والناس واقفة عند بيته عشان يرفضوا ترشحه وانه لازم يسيبهم ويمشي. ده لازم يمشي من القصر كله لانه مكان تاريخي بالنسبة لهم، ووجوده فيه دليل على اهانته ليهم ولتاريخهم. وجه مزارع غريب ويقول لهم بالعكس، ده دوك لازم يفضل في القصر لان الدمى اللي سكنها الارواح الغاضبة هتنتقم لينا منه. ويحكي دوك القصة الخرافية لرودي. زمان كان فيه راجل شرير مسخر البشر كعبيد ليه ورفض انه يحررهم، ولما عرف ان الشرطة هتجبره على كده فقتلهم كلهم وعلقهم على الشجرة في منطقة القصر. والارواح لم تهدأ لحد ما سكنت القصر ست اسمها كوبس، واستخدمت السحر لنقل الارواح داخل الدمى عشان تهدأ. ولما السيدة كوبس ماتت اشترى دوك القصر وعاش فيه وعمره ما لقى الدمى خالص، وخلى رودي دوك انه يمسك الكاميرا ويصوره عشان يعلمه يواجه المنتقدين ازاي في العالم اللي هم يحاولوا يمنعوه من الفوز في الانتخابات. ودوك بيتفرج ويتعلم ومصور رودي اللي منسجم في تمثيل دور المرشح دوك، ولكن فجأة رودي حد زقه من على السلم ووقع ومات. ودوك مصور ومستغرب من اللي حصل، وحضر الجنازة وكل الناس مستغربين، والاعلام والمنتقدين هيستغلوا موت رودي الغريب لتدمير سمعة دوك الانتخابية. والمزارع جاله ويقوله لو ما مشيتش من القصر الارواح الغاضبة هتتحرر وهتقتلك. وكالعادة دوك مش مهتم بالخرافات وركب العربية ومشي مع جماعته. ولكن يتفاجئ دوك لما يلاقي دمية شبه اللي كانت مرسومة على حيطة القصر في العربية، وديه اول مرة يشوفها، ومحدش دخل عربيته خالص من بعده، حتى السواق اكد له على كده. فرمى دوك الدمية وخلاص وحاول ينسى اكيد وجودها في العربية هو مجرد صدفة. ولما رجع لبيته قعد يراجع الفيديو اللي صوره الرودي عشان يعرف مين زقه ووقعه من على السلم. ويتصدم دوك لما يلاقي الدمية هي هي اللي شافها موجودة، ويتصدم اكتر لما يلاقي مكان الدمية على اللوحة على الحيطة بقى ابيض، وشكل دوك كده قدامه ليلة صعبة. ولقى الباب خبط فاعتقد
بعد ان جماعته وصلت، ولكنه ملقاش حد قدامه وحس بحركة من تحت رجليه، ولما يبص وراه يتفاجئ لما يلاقي الدمية قاعدة على السلم وبص عليه وشكلها غريب، فرمى عليها دوك الفازة ولكنه لقى الدمية اختفت، ومن كتر خوفه خد العلم وهيروح يهجم على صورة الساحرة كوبس وضم الارواح كمان اللي معاها بالمرة، ويتفاجئ لما يلاقيها بتنزل دم اكنها صور حية. وبدأ دوك انه يتجنن ولقى الدمية هجمت عليه وعضته وكمان عايزة تاكله حي من كتر غضبها منه، ولكن مسكها دوك وربطها على دايرة الصيد وربطها كويس جدا عشان ما تتحركش خالص، واستخدم سلاحه وضرب الدمية بالنار اكتر من مرة لحد ما كسرها بالكامل، وكده هو خلاص قضى على اللعنة وحس بالتعب وهيدخل لبيته وهيقفل على نفسه عشان يرتاح، وهو معاه سلاحه اللي دايما بيحميه من كل حاجة واي حاجة مهما كانت، ويزعق لكوبس على الحيطة انه مش هيموت على ايد دمية، ولكن يتصدم لما يلاقي اكتر من دمية اختفوا هما كمان من الصورة، ويدوك دمر واحد بالعافية فما بالك الباقيين. ده كمان لقى الدمية اللي دمرها لسه حية وسليمة، هي بس عندها شوية اصابات وهتنتقم منه مهما كلف الثمن. ودوك لقى سلاحه مش شغال وهرب من الدمية وقفل على نفسه الباب، ولكنه لقى كل الدمى اختفت من الصورة وهم كلهم كأرواح غاضبة مسكونة في الدمى هياكلوه وهينتقموا منه لانه عاش في قصرهم. والسيدة كوبس فرحانة فيه والدمى عمالة بتاكله وخلاص حصلت على انتقامها. هي الست اسمها شانكا، حلم حياتها انها تلاقي راجل مثالي ليها، وهي ارتبطت بواحد وما كملتش معاه اكتر من 6 شهور لانه كان بيضربها بالليل والصبح بيقول لها انه بيحبها، وزهقت منه وبتحاول تدور على حد تاني غيره وتتمنى انها تلاقي فتى احلامها. وفي يوم جالها رسالة من البريد من شخص مجهول، وتلاقي شانكا في الرسالة بطاقة دعوة لاستخدام موقع تعارف على الانترنت وتجربة الموقع مجاني لمدة يوم كامل. وفرحت شانكا وحاسة ان دي الرسالة اللي هتلاقي بسببها شريك حياتها المثالي، وسجلت على الموقع مواصفات فتى احلامها، والمواصفات هي انه يكون غني وطويل وقوي وجميل. والليل حل وهي مستنيه في المطعم في ميعاد مقابلته ليها، ولقيته ظهر وفيه كل المواصفات اللي هي كتبتها على الموقع فعلا، واعجبت به من اول نظرة وهو كمان اعجب بيها، ويقول لها ان اسمه جيلين، ويضحك لها وتضحك له وتحكي له عن قصة حياتها البائسة، وتلاقيه مستمتع بانصات بكل التفاصيل، وتحس انها اخيرا معاناتها هتنتهي وهتعيش بسعادة مع جيلين رجل احلامها المثالي اللي ظهر لها في الوقت المثالي. ورجعوا البيت وشانكا مكملة كلامها مع جيلين اللي قال لها انه مستعد يعيش معاها طول حياته، ولما يجي يكمل كلامه تلاقيه توقف فجأة عن الكلام، وطلع منه صوت غريب ان اليوم المجاني خلص لتجربة اول انسان آلي بيحس بمشاعر الناس وتحديدا مشاعر الحب، ولو عايز الانسان الآلي يشتغل من تاني لازم تشتري الخدمة وتدفع فلوس على الموقع، لان الساعة عدت 12 بالليل واليوم المجاني انتهى. ولقت شانكا حبيبها السابق ريجي جالها وفتحت له الباب وقال لها انه هو اللي بعت لها الرسالة اللي فيها يوم مجاني لتجربة الانسان الآلي صاحب المشاعر، وهو عايز يعلمها درس انه مفيش راجل مثالي ليها، ولو هي احتاجت تدور على راجل مثالي فلازم تشتري انسان آلي، ودايما هي بتنتقد البشر، ولكنها برضه رفضت ترجع لريجي. وبما انها بالليل فريجي كان متعود انه يضربها في الوقت ده، ولكن راحت شانكا بسرعة تجدد باقة واشتراك تشغيل الانسان الآلي عشان يحميها من ريجي اللي هيضربها، ونجحت في المهمة والانسان الآلي اشتغل وحاصر ريجي قبل ما يقتل شانكا، وحاول ريجي يضربه بالنار ولكن الرصاصة ارتدت من جسم الانسان الآلي وضربت في جسم ريجي ومات. وقررت شانكا تعيش بقى حياتها مع جيلين وهتجدد الباقة بتاعته كل شهر.